أعداد غفيرة من جماهيره، رفع المنتخب المغربي سيدات شعارا واحدا لا غير، وهو الفوز على نظيره النيجيري والعبور إلى المشهد الختامي. زميلات القائدة غزلان الشباك، اجتمعنا واتفقنا على تقديم الأفضل أمام النيجيريات، وبعد نصف ساعة تقريبا لم نشاهد فيها الكثير، تحرك المنتخب النيجيري بحثا عن هدف التقدم، لكن الحارس الرميشي كانت في المكان المناسب في أغلب المحاولات. في المشهد الثاني تحسن الأداء وظهر المنتخب المغربي بوجه أفضل، خرجت أيندي بالبطاقة الحمراء بعد هذا التدخل القوي، احتجت قبل أن تغادر أرضية الميدان، بينما حافظت المغربيات على تركيزهن لتنطلق رحلة البحث عن الهدف الأول. المنتخب المغربي فرض ضغطا رهيبا على دفاع المنافس النيجيري، وكان قريبا جدا من افتتاح التسجيل. غزلان الشباك أرسلت كرة من بعيد أبعدها الدفاع بصعوبة قبل أن يتدخل القائم في هذه اللقطة ويجنب النيجيريات هدفا أول في واحدة من أخطر الفرص. الرد جاء قويا وبهدف مباغت لنيجيريا حمل توقيع ياسمين مرابط بالخطأ في مرمى منتخب بلادها. هدف لم يحبط عزيمة المغربيات، وهدف التعادل لم يتأخر، كرة عرضية ترجمتها سناء المسودي إلى هدف أول لأصحاب الضيافة. المسودي عادت المباراة إلى نقطة البداية، ومهمة النيجيريات تعقدت أكثر بعد خروج آجي بيدي بالبطاقة الحمراء. أصحاب الأرض حاولوا التقدم بهدف ثاني، لكن نقص التركيز حرمهم من ذلك. التعادل ظل صامدا ليتوجه المنتخبان إلى شوطين إضافيين، وهنا كل منتخب بحث عن هدف الحسم قبل أن يحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في الأخير لأصحاب الأرض والجمهور. المنتخب المغربي واصل الرحلة بحثا عن التاج الإفريقي. حطت في مكان صعب، حتى لو جبت أفضل حارس في العالم صعب يتصدى لمجال الكرة في الزاوية 90. لاعب النادي ليلى الفرنسي. إذن الآن الركلة النيجيرية، إذا تصدت الرميشي انتهى كل شيء. يلا يا رميشي، لا تخيبي ظني في هذه الركلة يا رميشي. عادي يا رميشي، عادي الأخيرة يا رميشي. ماندي، ماندي تتقدم، ماندي وخديجة، ماندي وخديجة، ماندي، ماندي، ماندي وخديجة، وخديجة مرت. لم تسدد بقوة اللاعبة ماندي، لم تسدد بقوة اللاعبة ماندي. من أين أتيت بهذا الهدوء يا بيدروس؟ الآن الركلة مغربية، روزيلا هي من تساعد لتنفيذ الركلة الترجيحية. لا أحد يريد أن يرى، لا أحد يريد أن يرى الركلة الأخيرة لروزيلا، لكن هذه الكرة، هذا هو الواقع. ننتظر روزيلا، روزيلا تتلقى الإشارة، روزيلا، روزيلا، والهدف.